وسط الأحوال أو الأجواء الاحتفالية بالنصر، عبد المجيد عبد الهادي سعد، واحد من المواطنين اللي شاركوا في الحرب، قرر يعمل معرض عن حرب أكتوبر في قريته في بحر البقر، وبيعرض من خلاله قصة كتيبة صواريخ سام 6. المعرض ده يا منة بيدينا لمحة من بطولة الجنود اللي ضحوا بكل حاجة عشان يحافظوا على أرض سيناء بعزيمة ما بتتهزش. تعالوا نشوف. اسمي عبد المجيد عبد الهادي سعد راغب الطحاوي، من منشيه راغب الطحاوي، ومقيم بقريه 3 بحر البقر. فكره انشاء المعرض ده، هو احنا هنا في قريه ما فيهاش حد يعرف حاجه عن حرب اكتوبر. الاجيال اللي حضرت حرب اكتوبر انقرضت، والشباب ما حاليا ما يعرفوش عن اكتوبر اللي يوم الاجازه فقط. فأنا حبيت إن الناس تعرف حرب أكتوبر، وتعرف إن الأرض كانت محتلة، وتعرف إنها اتحررت بدماء الناس المخلصين، وإن القادة بذلوا مجهود في التخطيط وفي التنفيذ وكده. دوري في حرب اكتوبر، انا كنت في كتيبه صواريخ دفاع جوي سام 6، وكنت مسؤول عن عمل اداري. دخلنا مدينه السويس، انضمينا للمقاومه الشعبيه. اول ما دخلوا ال 12 دبابه كانت تعليمات بالضرب، واستشهد معايا عسكري تاني كان جنبي، وكان معاه رشاش خفيف كده. استشهد برضو في يوم 24، وجات له طلقة من واحد من عسكري يهودي، وهو كان جنبي، أنا كنت موقفه جنبي، وتحولنا رحنا قطاعات، ودنا موجودين في القطاعات دي في مواجهة اليهود لحد ما انسحبوا باتفاقية فضل الشباك. نفسي وبتمنى انه في التربيه والتعليم، طلبه المدارس في الاعدادي والثانوي في محافظه الشرقيه يجوا يزوروا المعرض ده، ويعرفوا تاريخ البلد، ويعرفوا مين هم اللي عملوا الحرب ومين اللي استشهدوا والكلام ده. البلد ما عبروش القناه في رحله، ده عبروا القناه بالدم، والناس كانت بتستشهد طواعية حبا في الوطن، وكرها في الهزيمه وفي السنوات العجاف اللي الشعب كان عايشها. الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات. لا يمكن أبدا كان حد هيديكوا الأرض إلا بعد ما داء ثمن الحرب الحقيقية. وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة، فهو هيبقى قادر يعملها كل مرة.